بدايموندز اليوم ضيفتي السيدة تيريزا سومي، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مثل العادة بتشرفينا من مجوهرات هيمو، وبنحكي دايما عن الكولكشنز اللي بيكونوا عم ينزلوا جديد، بتخلينا دايما على اطلاع بكل شيء جديد عم بتنزلوه بهيمو. بالحلقات السابقة حكينا عن كذا كولكشن، يا ريت تذكرينا فيهم شوي. بونجور رانيا. بونجور. حكينا بالحلقات السابقة عن برنسس كولكشن، كولكشن بتناسب كل امرأة لأنه كل امرأة ملكة. حكينا كمان عن Complete Me Collection. نعم. Complete Me Collection عم نشوف بالصور Princess Collection. مثل ما عم نشوف فورمة الحجر، محطوط كل حجرة منها بالليفل الثانية، البروفيل تبعهم عم بيعطوا شكل كراون. يعني هون مقصود نعطي هيك هالشعور بانه نحن اميره، بصبيه اميره بالست اللي هيك بترجع بتعيش هالجو هيدا. نعم. حكينا كمان عن Complete Me Collection. Complete Me Collection هي مجموعه محابس كثير اوريجينال، عم نشوف هون الدايموند. نعم. وحكينا عن Lady D Collection، هيدي الكولكشن مستوحينا من خاتم الخطوبه للليدي ديانا. وبها المجوهرات اللي بتكون هيك شوي ميله لتكون كلاسيكيه يمكن اكثر. هذا هي الكولكشن حلو فيها انه كلاسيك. يعني السيد اللي بتنقي هالقطعه بتبقى عندها لمدى الحياه، وحتى بتقدمها لاولادها. صحيح، يعني حتى الصبايا فيهم يحطوا هيك شيء، يعني بيكون في نوع من مزج اليوم بين الاشياء السبور والاشياء الكلاسيكيه يلي بتنحط حتى يمكن مع جينز كمان. اكيد اكيد. اليوم عندنا كولكسيون جديده، شو هي؟ Infinity Collection. لشو بترمز Infinity Collection؟ Infinity Collection هي طريقة منعبر من خلالها عن مشاعرنا لشخص منعزه. مثل ما عم نشوف علامة الانفينيتي، كلنا بنعرف انه بترمز لكل شيء ما له نهاية وما له بداية. حلو. كل شيء بيدوم للأبد. نعم. هون بمناسبة عيد الأم كمان في لوف مام. صح، الانفينيتي مثلا فيها تجمع بين حالة شخصين، بين صديقين، بين حبيبين، بين حالة شخصين بتجمعهم علاقة متينة. أكيد بيكون في محبة أو بيكون في حب يعني. نعم. وهلأ خاصة على عيد الأمهات مثل ما عم نشوف بالصور. نعم. فيها البنت تعبر لأمها عن مدى حبها وتعلقها فيها، عن علاقتهم بإنفينيتي كولكشن. نعم. عم نشوف الصور دخلهم أمي، ست الحبايب. حلو كتير، وحلو مهضومة إنه عم ينكتبوا بالعربي كمان، هيدي شغلة حلوة كتير. يعني لمين بتتوجه هالكولكشن؟ هيدي الكولكشن كتير واسعة. مش بس فيها للسيدات، فيها بيبي جولري، فيها مان جولري. هل مثل ما عم نشوف بالصور البيبي دخلهم موتيف، ألوان، كلهم حياة. نعم. فيهم حجار ملونة، ديبيتشي موتيف. روعة. عن جد خرجكين هدول بيبي خرج أو بي خرج بيرثدي. صح، عمادات، بريمير كومينيون. وهون الدبوس. صح، هلا صرنا بالمان جولري. كمان. مان بريسلت، هيدي البريسلت كثير أخذت سكسي. خاصة هلا بتعرف المان ما كثير في أفكار شو بدهم ينهدوا، صار في جولري لإلهم. هون الكافلينجز، ما هيك؟ هالأساور الرجالية هي أكيد معمولة من جلد. صح، جلد مع الذهب. في كذا، في جلد، في رابر. كل واحد حسب ذوقه، حسب اللون اللي بفضله. هيدي أول كولكشن بيكون فيها للرجال من هيمو. هيدي أكثر كولكشن فيها للكل، يعني موسعين فيها للرجال. لكن هون عم نتوجه صرنا لكل الناس، للاطفال، للاولاد كمان، يعني لحتى اذا كبروا شوي الاولاد مش ضروري يكونوا بيبيز، ما هيك؟ لا اكيد، في لاتينز، فيها كل الاعمار. والحلو فيها انه كلها فرح، الوان، دخلها موتيف. مغيرين هيك شوي، ملونينها خصوصا هلا بقرب خارج الصيفيه. صحيح. والحلو كمان كل شخص بيقدر يزيد اسمه على قطعة من انفينيتي. يعني فيك تعمل انفينيتي باسمك وباسم شخص بتعزيه.
يعني ممكن تكون شوي كاستم ميد. صح. خلينا نقول. صح. انا بدي اشكر وجودك معنا سيدة تيريزا سومي من مجوهرات هيمو. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. رح ناخذ وقفه سريعه. انا بدي اقول لكم باي باي. خلصوا فقرات لليوم. بنكون مع فقره سانتي مع البير.